يعني انا يعني انا راضيه ذمتكم. يعني لما الواحد يكون مفشوخ ومتبهدل ومتخوزه ومضحوك عليه ومتهدد بالقتل وحد بيعتدي عليه في الشارع وبعد يومين يتقال لك ده موقف وعديها، متخيلين ايه اللي ممكن يطلع منه؟ وزاد انها بنت، وبنت يعني مدلله الى حد ما، مش بنت طالعه رد سجون مثلا، ولا كانت رقاصه، ولا كانت شمال، ولا كانت اي حاجه وسخه وبعدين طالعه المجتمع وبتقول يلا يا مجتمع ايه. لا ده حاجه دكتوره بنت ناس نظيفه راقيه جايه تعمل حاجه مفيده. لما واحد يتعدى عليها وتبقى ماشي في الشارع ويتعدى عليها ويكتفها من بقها ويجرجرها ويبقى الله اعلم كان عايز يعمل ايه، وفي الاخر يهددها بالقتل، وكل اللي حواليها يقول لها اسكتي بلاش شوشره بلاش فضايح، ليه؟ ده انا اللي مجني عليا يا ست باشا، انا اللي مجني عليا دلوقتي. انا مش ضحيه الحمد لله، بس انا اللي مجني. انا ما عملتش حاجه وحشه، انا ما رحتش تاجرت في المخدرات، انا ما رحتش لما مؤاخذه بعت نفسي وبعت شرفي عشان اشتغل، انا ما رحتش تاجرت انا ما رحتش تاجرت اصلا بالناس وعملت من وراهم فلوس واستخدمت الشهره والكلام ده كله. ده انا ماشيه في الشارع واحد يتهجم عليا ويهددني بالقتل، كارت ارهاب وش، لا لمسني ولا سرقني. انا كل شويه افتكر الموقف وافتكر ايده على بقي وافتكر ان ازاي الواحد دفع عن نفسه، وكنت عماله اتخيل يا قاتل يا مقتول، يا اهلي هيستلم الجثه، اهلي في امريكا وانا في مصر هيستلم الجثه، الله اعلم كانت هتبقى جثه ميته مذبوحه مغتصبه متقطع من الله. كل ده حصل في ال 30 ثانيه اللي انا كنت بحاول ادافع بيها عن نفسي، يا هفشخه واطلع ميتينه ويجري مني. سبحان الله، الله اعلم جري ليه، انا يعني شديته وضربته فجري، جري عشان عافيه، جري عشان حد هد، قال له خش روح هددها وخوفها خليها تمشي، جري عشان هو جبان افتكر نغمه غنمه سايبه وطلعت عافيه شويه الحمد لله، الله اعلم. لكن ده مش موقف، ده ما اسموش موقف في امريكا، دي اسمها حادثه في امريكا، دي اسمها جريمه. الامن كله بيتشقلب عشان يشوف، بالذات لو حد اعلامي لو حد معروف يتشقلب عشان يشوف ايه اللي حصل وحصل ليه. الست دي بتبقى هي اللي مجني عليها، بتبقى نفسيا الى حد ما محتاجه رعايه. الدكتور النفساني اللي هو انا المفروض يروح يقول لها لا، يعني لو عندك سيمتمز 1 2 3 يبقى انت عندك PTSD بوست تروماتيك ستريس ديس اوردر، يعني المفروض تتعالجي نفسيا وتاخدي مهدئات او حد يطبطب عليكي او حد يسمعك. لكن ليه الجنسيه المصريه بتقول عليها ده موقف ودي فضيحه وما تقوليش لحد؟ ليه ما تقوليش لحد؟ ليه ما اقولش للستات انت خليكي قويه في الموقف اللي زي كده؟ مخك بيفرز حاجه اسمها فايت اور فلايت، يعني يا هتقفي كده تبقي فريزنج ما تتحركيش والراجل يتغرغر بيكي زي ما هو عايز، يا هتدافع عن نفسك لغايه الموت. بتبقى ديسيجن انت اللي بتختاري في ال 30 ثانيه كده، بتلحقي تختاري زي ما ربنا الهمني ان انا اختار ساعتها ان انا ادافع عن نفسي، وبعديها بيوم رحت العب بوكسنج عشان احس ان انا قويه، وقعدت يومين بالظبط نايمه ماسكه سلاح في ايدي عشان خاطر خايفه مرعوبه بصوت، ما كانش عندي رفاهيه الزعل، مش قادره ازعل حتى لما حد بيقول لي لا انت قدوه وانت قويه وانت المفروض ما تزعليش وما تتضايقيش، ده موقف ازاي موقف يهزك؟ كمان يومين كده عادي عيش حياه عادي. رحت عملت شعر اصفر، بس انا يعني الموضوع ده كان من 3 شهور، ده مش طبيعي، ده مش طبيعي لما المجتمع الرجاله بتاعته تقول للستات اللي بيحصل لها حاجات زي اللي الواحد حصل له ان ده موقف وعديه، عديه ده طبيعي. يعني لما مراتك ولا بنتك ولا اي حاجه، افرض مراتك شرفك عرضك ماشيه في الشارع واغتصبها، ولا بنتك وبقى اعضائها واغتصبها برضه، هتحس بايه؟ فين الرجوله في مجتمعنا؟ وليه حاجة زي كده تبقى دي فضيحة ليا انا؟ ليه بالعكس؟ ده الستات المفروض تتعلم، خلي بالك اهو زي ما انا عرفت الحمد لله اطلع من حاجة زي كده واعيش حياة احسن. صحيح متضايقة طبعا وبفكر في الموضوع ده كتير، واكيد نفسي حد يطبطب عليا ويقول لي معلش، نفسي مش هكدب عليكم دي حادثة، نفسي حد يقول اتس اوكي ما احنا الحمد لله انت طلعتي قوية انت طلعتي يعني، نفسي انا بني ادمة، انا مستغفر الله العظيم يا رب، انا مش راي مش نبي مش قويه زي الانبياء، الانبياء نفسهم ضعفوا وتعبوا واشتكوا. ازاي المجتمع بتاعنا يطلع الحادثه حاجه عاديه الست تستحملها وتخبي وما تقولش؟ ده كله بعد ما عرضت الحلقات بتاعتي وبعد ما عرضت حلقه التحرش. لو كانت ارهاب الف 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 شكر، ما هزنيش، وزي ما انتم شايفين حيه ترزق زي الفل. شكرا، سلام.